كثير من المتفرجين لا يدركون اليوم الأكثر إيلاما لجوك بيرك ديميرج، أحد أكثر الأسماء التي تم ذكرها في الفترة الماضية. إذا شاهدتم هذا الفيديو حتى النهاية فستكونون على دراية بجميع المعلومات. لا نعرف نوع العاصفة التي اندلعت داخل جوك بيرك ديميرج الذي دائما يحاول أن يكون إيجابيا أمام الجمهور ويتجنب إطلاق الطاقة السلبية عليه. حسنا، ما نوع المشكلة التي يمكن أن يواجهها جوك بيرك ديميرج الذي يتمتع بمثل هذه المهنة الناجحة وحياة حب خاصة جدا، على الرغم من رغبة العديد من الممثلين الشباب في تحقيق النجاح مثله؟ وما هو الحدث المحزن الذي أزعج جوك بيرك ديميرج؟ وأود أن أشاركه مع متابعيه. الحدث المؤلم الذي عاشه جوك بيرك ديميرج وأنه فقد الممثل الشهير شقيقه المسمى بيركاي ديميرج، والذي كان أصغر منه بست سنوات في حادث كان وقع قبل بضع سنوات. بيركاي شقيق جوك بيرك ديميرج الذي توفى نتيجة حادث دراجة نارية وكان يبلغ من العمر 18 عاما. على الرغم من أن الممثل الشهير هو أيضا من عشاق الدراجات النارية، إلا أنه بعد هذا الحادث جنب ركوب الدراجة النارية مرة أخرى. بعد وفاة أخيه اتخذ جوك بيرك ديميرج الذي ظل الطفل الوحيد للعائلة هذا القرار لعدم إلحاق نفس الألم بوالده مرة أخرى. ما رأيكم في هذه القصة الحزينة لجوك بيرك ديميرج؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو، ودعا.